دلوقتي خلينا نروح نصبح على زميلتنا هالة الحملاوي ونروح معاها نتعرف على أخبار الطقس والمرور في القاهرة والمحافظات. صباح الفل عليك يا هالة. صباح الفل يا بنا. احنا النهاردة كان في بينا نقطة جدلية الصبح، ان انا شايفة الجو حر جدا جدا، انت شايفة انه معقول؟ يعني احنا واحنا جايين انت تقولي درجة الحرارة 37، يعني أقل هو حاجة. اعلى درجة حرارة النهاردة حسب هيئة الأرصاد الجوية المعتمدة 33 في القاهرة، فانا معرفش انت جبتي منين 37. انا حرانة قوي، ما اعرفش بقى، احنا محتاجين نشوف حل للموضوع ده. على العموم خلونا نستعرض مع حضراتكم دلوقتي الاول جوله مروريه، بعد كده هنبص طبعا على الطقس. دلوقتي الناس بدات تنزل، وهنبدا من محافظه القاهره. الكثافات بتبدا تزيد مع دخول ساعات الذروه الصباحيه. لو بدانا من الكورنيش هنلاقي كثافات مروريه متقطعه من المظلات باتجاه منطقه وسط البلد، اما الكورنيش المتجه الى المؤسسه في هناك سيوله مروريه. كوبري اكتوبر المتجه للعباسيه هنلاقي هناك كثافات مروريه متقطعة لغاية غمرة. اللي مكمل في اتجاه العباسية هيلاقي كثافات بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. في كمان كثافات أخرى في الاتجاه العكسي التاني لكوبري أكتوبر بسبب زيادة أحمال السيارات. كذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير لمدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة. ظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري. لو تابعنا شارع صلاح سالم كده هنلاقي ان في هناك برضو بعض الكثافات بالتزامن مع نزول الموظفين، وهنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مروريه نسبيه في الوقت الحالي. هنفضل مكملين لحد كوبري الروضه، هناك برضو في بعض الكثافات. بالنسبه لنفق الازهر في هناك انتظام للحركه وسط سيوله مروريه في الاتجاهين. تظهر بعض الكثافات المروريه اعلى الدائري بمنطقه السلام وداخل النفق للقادم من الاقاليم للقاهره عبر الطريق الزراعي. نفس الامر المتجه من المنيب وفي طريقه للاوتوستراد والتجمع، في الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزه. كذلك الامر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي. نروح بقى لمحافظة الجيزة. شارع الهرم بيشهد كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين، وكمان بتظهر بعض الكثافات الأخرى في شارع السودان لغاية جامعة القاهرة ومبان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت ففي هناك بعض الكثافات المرورية اللي بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. اللي جاي من الدائري للمنيب متجه لميدان لبنان أو المهندسين يفضل أنه ياخد محور الفريق كمال عامر بسبب السيولة المرورية اللي خلقها المحور. لو رحنا لشارع فيصل بيشهد برضو بعض الكثافات المرورية في الوقت الحالي بدءا من محطة المريوطية والحد الطلبية. أما محور 26 يوليو في هناك سيولة مرورية للقادم من أكتوبر بعد افتتاح التوسعات بشكل نهائي. أما الاتجاه الآخر المتجه إلى أكتوبر في سيولة مرورية، وده أيضا بعد الانتهاء من التوسعات. القادم من أكتوبر في اتجاه الدائري ما زال الطريق مغلق، والاتجاه إجباري ناحية نفق حازم حسن ومنه المحور 26 يوليو أو محور رود الفرج. بيشهد طريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا لمنطقة الدقي وحتى ميدان الجلاء. بعض الكثافات أيضا أعلى الدائري المريوطية للمتجه من الصحراوي وحتى مناطق الجيزة، طريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية. تعالوا بقى دلوقتي نروح لمحافظة القليوبية. القادم من الزراعي بتظهر بعض الكثافات المرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري، لكن أصبحت أقل من المعتاد. بيشهد الاتجاه الآخر كثافات متقطعة وسط متابعة طبعا بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق لمنع ظهور أي زحام مروري للمركبات. كما انتظمت أيضا حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه لميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، إلا أن مطلع كوبري قهب يشهد بعض الكثافات المرورية المتحركة بسبب أعمال الصيانة اللي بيشهدها الكوبري. أيضا انتظمت حركة السير بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية. القادم من طريق شبرا بنها ومتجه إلى مدينة نصر ومصر الجديدة بيسلك محور العصار هيختصر لي وقت طويل. أما طريق الدائري بشكل عام كويس ما عدا بعض المناطق اللي فيها أعمال بيكون فيها بعض الكثافات البسيطة.
تعالوا بقى نكمل جولتنا المرورية ونروح لبورسعيد. هناك هنلاقي سيولة مرورية في معظم الشوارع ما عدا بعض الكثافات كده، زي نتيجة يعني نتيجة الوقت دوت ساعات الذروة الصباحية، زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة تبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. نروح لطريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية. من طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. خلصت نشرتنا المرورية، تعالوا نستعرض مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، في نشاط للرياح محدود مع وجود فرص أمطار خفيفة هتكون رعدية أحياناً على جنوب الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 33، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 44، وأقل درجة حرارة في مطروح وهي 24 درجة. طبعاً هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بس بعد شوية.